بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم الملعب. ملعبنا متفرع ومتنوع. النهاردة هنخش في مشاكل وهنخش في قضايا، هنروح الصعيد شوية وهنروح الاهلي، وطبعا هنشقر على الزمالك وعهده الجديد الميمون. عندنا كتير جدا من الاخبار ومن الموضوعات في الملعب، لكنه عنواننا اللي موجودة في ملعبنا النهاردة او العنوان، عارفين الحنة او يقول لك اتدفت. النهارده اتحاد الكوره جاله دفعه جديده من فلوس البث الفضائي، وبالتالي هيبر على الانديه شويه، هيديهم شويه فلوس لانه في ازمه خانقه للانديه كلها. العنوان الثاني ده عنوان عاجبني وانا مبسوط بيه وفرحان بيه قوي، ومن اول يوم مسانده. النهارده كان نهائي بطوله مراكز الشباب، الولاد الصغيرين دول كلهم مراكز شباب على مستوى الجمهوريه في المصارعه وفي كره القدم. انا بقى هممني المصارعه قبل كره القدم، والجمباز وحاجات كتيره جدا موجوده. احنا بنتكلم في مراكز شباب، خلي بال حضراتكم الدنيا بتتغير بشكل واضح جدا. سؤالنا النهارده اتغير، الاهلي محيرنا، الاهلي ملخبطنا، الاهلي فاز امبارح بدل الواحد، لا مش اتنين، لا مش ثلاثه، لا اربعه، وجماهيره عادت لها الثقه من جديد. هنرجع نقول لكم مين اللي هيفوز بالدوري، عايزين نسهلها شويه، مين اللي هيتاهل للمربع الذهبي؟ هل الاهلي وسموحه ولا المقاولين والاتحاد ولا مين من هنا، ولا بتروجيت ولا الزمالك ولا دجله ولا الاسماعيلي ولا القناه ولا الحدود ولا مين ولا مين ولا مين؟ كل دي اسئله عندنا. الرابع هو ايضا من اهم الضيوف، كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان لديه تجربه مريره وجميله، المراره في طريقة خروجه من نادي الزمالك، الجمال انه اعاد البطولات لنادي الزمالك وحصل معاه على بطولة كاس مصر، لكن فجأة ودون سابق انذار خرج حلمي طولان من نادي الزمالك. لماذا خرج؟ هل سيعود؟ سر قبوله المسؤولية لطلائع الجيش؟ توقعاته لبطولة الدوري العام؟ الكثير من الاسئلة وفتح للتليفونات في حوار خاص مع كابتن حلمي طولان. لكن كالعادة نبدأ بنشرتنا بصوت الزميل تامر جابر. اتحاد الكرة يتسلم 3 ملايين جنيها من مستحقاته لدى التلفزيون. الجبلاية تهدد ماتش وورلد بالبحث عن شركة جديدة لتنظيم ودية 4 يونيو. سكرتير الفيفا يعد مسؤولي الجبلاية بحل أزمة غرامة مباراة غانا. الاتحاد الدولي لكرة القدم يرصد 500,000 دولار لتطوير مشروع الهدف. الفيفا يحدد للجبلاية مدة 8 سنوات لمنصب المدير الفني للاتحاد. وزارة الشباب والرياضة تسدد ديون 12 اتحادا للمركز الأولمبي. خالد عبد العزيز يصرف الدفعة الأولى من الإعانات للمعاقين. الأهلي يسافر للمغرب في 24 أبريل لمواجهة الدفاع يوم 27 في الكونفدرالية. ظروف عائلية تبعد سيد معوض عن مران الأهلي، ومتعب يبدأ التأهيل بعد 10 أيام. هادي خشبة يؤكد اقتراب أحمد فتحي من التجديد للأهلي بعد جلسة اليوم. الجابوني إيريك والتونسي الكردي يحكمان مباراتي الأهلي والدفاع المغربي في الكونفدرالية. الزمالك يحصل على دعم بقيمة 5 ملايين جنيها من وزارة الرياضة. المنتخب الأولمبي يشارك في دورة شمال إفريقيا بعد تعديل الشروط. علاء جبر رئيسا لاتحاد القوس والسهم بقرار من وزير الرياضة. أحمد الفولي يتقدم باستقالته من رئاسة اتحاد التايكوندو بعد الفوز برئاسة نادي الزهور. اتحاد اليد ينقل نهائيات الكأس إلى استاد القاهرة بدلا من هليوبلس. الوليد بن طلال يكافئ نادي النصر السعودي ب25 سيارة.
لابورتا ينوي العودة لرئاسة برشلونة ويهاجم الفيفا بسبب تجميد التعاقدات. الفرنسي نيكولاس أنيلكا ينضم لنادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي. أهلا بيكم من جديد. ما تيجوا نتكلم شوية بعيد عن الرياضة عشان ناس كتيرة عمالين يسألوني يا كابتن قول لنا موضوع انتخابات الرئاسة، الرئاسة امتى وليه المرشحين ما بيعملوش دعاية وليه ما قدموش توكيلاتهم، وأسئلة كتيرة جدا. وبالتالي جبت لكم كده الملخص عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشية ازاي. ناخدها من البداية بس بعد ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحد، فتح باب الترشح للرئاسة اعتبارا من الاثنين 31 مارس وحتى الاحد الموافق 20 ابريل، احنا النهاردة 7 ابريل، يتم الاعلان عن المتقدمين بطلبات ترشح واعداد المؤيدين لكل منهم في جريتي الاهرام والاخبار يوم الاثنين 21 ابريل، يعني بعد ما يقفل يوم 20 كل واحد تقدم للرئاسة اهو، وادي المؤيدين بتوعه اسماء التوكيل او اعداد الموكلين، اعداد الموكلين. يكون تلقى اعتراض طلب ترشح على اخر يوم الثلاث والاربع الموافقين 22 و 23 ابريل بدءا من 9 صباحا حتى 8 مساء. ده مهم قوي عشان تبقوا عارفين انتخابات الرئاسه في مصر ماشيه ازاي. يتم فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الاخر 24 25 26 ابريل. حلو كده اللي احنا كل ده اللي احنا فيه. ويختار غير المقبلين في يوم الاحد الموافق 27 ابريل بقرار استبعاد واسبابه على محل اقامته المختار بواسط احد المحضرين المنتدبين باللجنه، وكمان يبعتوا له تلغراف. لمن لم تقبل طلبات ترشحهم اللي ما تقبلش عزام التظلم يعمل تظلم يوم 28 29 ابريل من 9 الصبح ل 8 بالليل. اللجنه بتفصل في التظلمات خلال يومين الاربع والخميس الموافقين اللي هم 30 ابريل 1 مايو. اللي طالب الترشح ممكن يسحب طلب ترشحه قبل القائمه، قبل الاعلان عن القائمه النهائيه، عايز يتنازل يتنازل يعني. تعد القائمة النهائية المرشحين لرئاسة الجمهورية وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح يوم الجمعة الموافق 2 مايو 2014 تنشر في الجريدة الرسمية اللي هي الوقائع وصحيفتي الأهرام والأخبار. يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح لرئاسة الجمهورية 9 مايو 2014 تنشر طلبات الترشح في الجرايد. يكون اختيار المرشحين لرموز الانتخابية يوم السبت والحد 10 و11 مايو 10 و11 مايو. تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من السبت الموافق الثالث من مايو وتنتهي بنهاية الجمعة 23 مايو، يعني عندك 20 يوم أول عن آخر. تحظر الدعاية يوم 24 و 25 مايو، مفيش دعاية خالص غير يومي الانتخاب اللي هما يكون الاقتراع المصريين خلال 4 أيام، تبدأ الخميس 15 مايو تنتهي 18 مايو، الأحد 18 مايو، اعتبارا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة مساء وفقا لتوقيت كل دولة. 12، تصويت المصريين في الداخل على انتخابات الرئاسيه هيكون يومي 26 و 27 مايو 26 27 مايو ده التصويت في الداخل. اعلان نتيجه التصويت في الجوله الاولى حد اقصى 5 يونيو، لو حد فاز من الجوله الاولى اوكي، لو في اعاده تجرى جوله الاعاده اذا اقتضت الحاجه يوم 16 و 17 يونيو، تعلن النتيجه النهائيه للانتخابات في موعد اقصى 26 يونيو. ارجو ان تكون كده القصه وضحت والناس عرفت ليه لسه الدعايه ما اشتغلتش ولسه ليه دلوقتي كله ده شغالين في موضوع التوكيلات وما الى ذلك. وعشان اقول لكم ببساطه شديده جدا، المشير السيسي جمع توكيلاته بزياده والسيد حمدين صباحي جمع توكيلاته بزياده، ما تتعبوش قلبكم، الموضوع ده خلص انتهى يعني. يعني موضوع التوكيلات بالنسبة للسيد حمدين صباحي وطبعا بالنسبة للسيد المشير السيسي ما فيش فيه مشاكل خالص، فده موضوع محسوم ما فيش فيه أدنى مشكلة. واللي انتوا بتقروه بقى في الجرايد كل دي بقى ايه، تحابيش لذيذة دمها خفيف وشوية حاجات بتبقى يعني ايه بتعمل سخونة للعملة الانتخابية، لكنه المشير السيسي شعبيه طبعا حدث ولا حرج. واما سيد حمدين صباحي لديه عدد كبير جدا من الشباب بيسانده، ليه ناس محبين ومريدين، راجل اقترب من 5 مليون صوت في الانتخابات الاخيره، وبالتالي مش هيبقى من الصعب عليه او هيبقى من السهل جدا انه يجمع 25 الف صوت في التوكيلات الانتخابيه اللي هي اللازمه لدخوله المعركه الانتخابيه او المنافسه الانتخابيه على رئاسه جمهوريه مصر. دي رئاسه مصر، احنا بنتكلم في حد يبقى رئيس لمصر، مش بنهزر، نتكلم في رئيس لجمهوريه مصر العربيه. يعني ايه رئيس جمهوريه مصر العربيه؟ يعني انتوا تقعدوا تحسبوها بقى من العقل ومن الرزانه ومن الهدوء ومن قياده البلد ومن قياده الامه ومن القرارات الصعبه ومن مواجهه المشاكل ومن التصدي للازمات ومن التصدي للحملات ومن الدفاع عن البلد ومن قياده القوات المسلحه ومن قياده الشرطه ومن قياده كل افراد الشعب. نتكلم في رئاسه جمهوريه مصر العربيه، اقدم دول العالم،
اكبر دوله في المنطقه، اكبر دوله في الشرق الاوسط، رمانه الميزان اللي حاولوا يوقعوها عملوا كل البدع عشان تقع وعمرها ما هتقع. فبنتكلم على رئاسه مصر نتكلم كده ونهدى بقى ونتكلم برزانه ونتكلم بعقل ونتكلم بتروي ونشوف رئاسه مصر يعني ايه، من يصبح رئيسا لجمهوريه مصر العربيه، من حتى يترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه، كل دي امور لازم نحسبها كده بالعقل واحنا جايين بنتكلم وبنفكر. يعني مش كل الامور فيها هزار، في امور تستوجب الهزار وامور كثيره جدا تستوجب الجد وليس الهزل. ارجو ان تكون الرساله واضحه للجميع. خلصنا سياسه، نخش بقى في الرياضه. اول حاجه في الرياضه عندي هو موقف الانديه من الداخليه. قال له انا عايزك، الداخليه قالت لهم خلاص احنا الالتراس مش عايزيننا واحنا لازم نرضخ لطلبات الشعب والالتراس هم الشعب. فالداخليه قالت لهم احنا موافقين على جواب الالتراس ده وطلبهم ده طلب عزيز علينا واحنا بنفتح صفحه جديده فاحنا مش هنامن. طب التامين ازاي؟ قال لك شركات خاصه. يعني ايه شركات خاصه؟ شركات خاصه تروح تامن. فالانديه قالت لك لا هنجيب شركات خاصه ولا هندفع ولا هنستغنى عن الداخليه، وعلى الدوله ان تقوم بواجبها. لا اله الا الله. طب نعمل ايه؟ الوزير قال لك طب انا هقعد مع قيادات الالتراس، الالتراس قال لك احنا نامن. طيب ماشي، هيجي ماتش الاهلي والزمالك والاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري والزمالك والمصري والزمالك والاسماعيلي والاهلي والمحله والاهلي والاتحاد، هتبقى الجماهير هي اللي بتامن. في اسكندريه الجماهير اللي بتامن وفي القاهره الجماهير هي اللي بتامن، هتامن ازاي؟ ها قولولي، قولولي اعمل ايه وياه؟ ها لا بشوفه ولا قادر انساه. فهمونا كده لاحسن، الحقيقه الحال عندنا صعب شويه يعني. فالانديه خلي بال حضراتكم بقى كمان ايه، الدوري الممتاز ده مقدور عليه، لكن تعالى بقى في الدرجات اللي تحت اللي فيها طحن بجد، فيها عصبيه بجد، وفيها كل فريق عايز يطلع وفريق مش عايز ينزل وحدوته وازمه وليله وحكايه، يعملوا ايه؟ القصه تمشي ازاي؟ وبالتالي في ازمه كبيره جدا يعني. فالداخليه بتقول لك يا عم سيبونا بقى عايزين نرتاح، عندنا بلاوي متلتله خلونا نشوفها. الانديه قالت لك احنا متمسكين بيكم. ووزاره الرياضه حدث ولا حرك، لانه وزاره الداخليه طلبت من وزاره الرياضه التنسيق مع الانديه اتحاد الكوره انه دورها يبقى خارج الاستاد بس، لكن جوه التامين. الانديه قالت لك لا 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 انسى انسى يا داخليه، مش هينفع. هتنسى ولا مش هتنسى الداخليه؟ عايز اقول لكم مثلا ايه اللي بيحصل في انجلترا. انجلترا الشرطه بفلوس. اي والله الشرطه بفلوس. يعني حضرتك عشان الشرطه تامن مباراه مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي لازم بفلوس. فلوس الشرطه اغلى من فلوس شركات الامن، انا مش بهزر انا بتكلم جد، اغلى من فلوس شركات الامن. فيوم يحصل ايه؟ بيجيبوهم. وايه بقى شرطه من اللي قلبك يحبها؟ تيجي مثلا الماتشات الخفيفه، نيرويتش سيتي مع ساندرلاند، ستوك سيتي مع هال سيتي كده، ايه بتبقى ايه خفافي، شركات امن حبايبنا عاملين ايه. لكن الماتشات التقيله لا، امن بجد يعني، وامن امن يعني، بس بياخد فلوس قد كده. ده في انجلترا وفي اوروبا والدول المتقدمه. في امريكا الجنوبيه الشرطه هي الشرطه، اكتر من مصر واصعب من مصر واكثر سيطره. وحكيت لكم امبارح قصه الاوروجواي وانه الاتحاد الدولي جمدهم لانه رئيس الاتحاد استقال احتجاجا على رفض الشرطه التامين. يعني الشرطه رفضت التامين في الاوروجواي، وشغب حصل في مباراه في كاس الليبرتادورس او كاس امريكا الجنوبيه، فالشرطه في الاوروجواي رفضت التامين، وبعدين رجعت قالت لك طب هنامن الحكام واللي بيبيعوا التذاكر بس عشان دول معاهم فلوس ودول حكام. فرئيس الاتحاد استقال واللجنه التنفيذيه استقالت، فراح الاتحاد الدولي راح واقف، او اتحاد امريكا الجنوبيه الكبير راح واقف النشاط في اوروجواي. خلى بلاتر يطلع يقول لك لا هم هيشاركوا في كاس العالم، لان هم ما عملوش خطا يعني جسيم خاص باللوائح اللي كان هيحصل في مصر. فامريكا الجنوبيه الشرطه موجوده، مش اسمها الشرطه مش موجوده. البدعه اللي عايزين يعملوها في مصر حبايبنا دول، بالمناسبه مش امبارح كان 6 ابريل ذكرى الخالده، حضر كم واحد؟ حضر كم واحد في الوقفه اللي كانت عند نقابه المحامين وانتقلت الى نقابه الصحفيين؟ 50 100 150 200. ده كله ده الحجم اللي كان مولع مصر، ولا المصاري لما وقفت ما بقاش فيه؟ المصاري لما وقفت ما بقاش فيه مصادر تمويل، فبقاش فيه. اربطوا ده بالالتراس واعرفوا القصه كانت ماشيه ازاي. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا اخبار كتيره جدا وهنحكي قصه السيد العامري فاروق مع مجلس اداره الاهلي الجديد.